لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رمضان ربيع القلوب، رمضان ربيع التقى قد فاح فواحه، رمضان يوسف الزمان في عين يعقوب الإيمان. من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فهو الملوم. والناصح لنفسه لا تخرج عنه مواسم الطاعات وأيام القربات عطلا، فإن الأبرار ما نالوا البر إلا بالبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، هذا الضيف الكريم شهر رمضان المبارك يطرق أبوابنا فيملأ بيوتنا رزقا وخيرا وبركة، ويملأ مساجدنا صلاة ودعاء وبكاء، ويملأ قلوبنا حبورا وسرورا وفرحا وإيمانا. فكيف لا يفرح المسلمون بقدوم يعني هذا الضيف؟ ولو تصورنا فعلا أن شهر رمضان هو شخص وشخص كريم، ونحن نشتاق إليه ونحب حبا كثيرا لما يأتي به يعني من الجوائز ومن الهدايا. ونحن اجتمعنا كمسلمين في ساحة كبيرة، وأقمنا شادرا يعني كبيرا لاستقبال يعني هذا الضيف الكريم. ومن أجل أن نرحب بهذا الضيف أردنا أن نعلق لافتات تشير إلى حبنا له وإلى قيمة يعني هذا الضيف الكريم. فلا شك في أن أول لافتة ينبغي أن تعلق وفي أوضح مكان وبالخط الواضح البارز، لافتة يكتب عليها شهر رمضان هو شهر الصيام، لأن الله عز وجل اختص هذا الشهر الكريم بهذه العبادة العظيمة التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه تشريفا وبيانا لعظم أجرها، كما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالغني الكريم هو الذي تكفل بتحديد ثواب الصيام. ولذلك كان ورد يعني في بعض الروايات: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أي كل الأعمال لها تسعيرة محددة من 10 إلى 700 ضعف، ولكن الصيام الغني الكريم هو الذي تكفل بتحديد ثوابه. وهذه الإضافة كما أشرت أنفا إضافة التشريف وبيان لعظم أجر الصيام. ولأن الصيام من الصبر، ففي أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة حتى يؤديها، وصبر عن المعاصي حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار المؤلمة كألم الجوع والعطش. فلذلك كان أجر الصيام بغير حساب. كذلك الصيام سر بين العبد وبين ربه. فأنت ترى العبد وهو يصلي، وهو يخرج إلى الحج، وهو يجاهد، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن هل ترى الشخص وهو صائم فتحكم عليه بأنه صائم؟ يلزمك أن تلازمه طوال يعني الوقت، يعني من الفجر إلى غروب الشمس، لأنه قد يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام. فلذلك الصيام يعني سر بين العبد وبين ربه. ولا تستطيع أن تحكم على عبد بأنه صائم ويتكون من نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وترك لشهوات يستخفى بتناولها عادة.
فلذلك يعني كان سرا بين العبد وبين ربه. ومن معاني الحديث يعني قالوا بأن الله عز وجل يحاسب العبد على سائر العبادات، فإن كان له في نقص في عبادة من العبادات يسدد له من نوافل الطاعات والعبادات الأخرى، ولكن لا يسدد له شيء من الصيام فيبقى له الصيام فيدخل به الجنة. أشار إلى ذلك بعض العلماء أن الصيام هو الذي يدخل العبد به الجنة بعد أن يوفي ما عليه من مظالم ومن نقص في العبادات من سائر الطاعات. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقرب إلى الله عز وجل، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي رواية قال لا مثل له. ورد أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، أن أهل القرآن ينبغي أن يعرفوا بليلهم إذ الناس نائمون. ويقول الصيام منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، قال فيشفعان. فينبغي للعبد أن يصون صيامه وأن يحافظ على صيامه حتى يشفع في هذا الصيام يوم القيامة. فالصيام من أرقى العبادات ومن العبادات التي توصل إلى الدرجات. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.